قول الو يا استاذ جمال. الو استاذ مراد. معاك يا كابتن. مساء الفل يا استاذ مراد، ازي حضرتك؟ يا نور يا كابتن، تحيات لحضرتك يا دكتور. مبروك توليك الاداره طبعا في مركز شباب بيلا. الله يخلي حضرتك لنادي بيلا، والتوفيق انت وجمال بيه ان شاء الله باذن الله، تعاون بقى مع بعض. استاذ مراد. ايوه مع حضرتك. استاذ جمال هيمس عليك يا استاذ مراد، اتفضل يا استاذ جمال. مساء الخير يا استاذ مراد. مساء الفل يا استاذ جمال. مبروك طبعا ترأسك لمجلس اداره مركز شباب بيلا. تحياتي يا استاذ جمال للدكتور ايهاب، وتحياتي للضيوف الكرام الكابتن اكرم عبد المجيد، وتحياتي لحضرتك والف مبروك. الله يبارك فيك، عايزين تعاون بقى في الفتره اللي جايه بمركز شباب والنادي ان شاء رب العالمين. ان شاء الله احنا نتشرف. عاوز اقول لحضرتك ان المجلسين واحد. جميل. واحنا منظومه واحده. تمام جميل. وان شاء الله احنا طبعا شبه متفقين لخدمه الفريق من الجانبين، سواء مركز شباب او نادي. ده شيء جميل يا استاذ مراد. كلنا متطوعين لخدمه البلد والمركز والنادي دون استفاده، لاننا كلنا من محب العمل الجماعي. جميل جميل. وان شاء الله مبدئيا طبعا احنا متفقين على فتح الملاعب لخدمه النادي وخدمه المركز، متفقين ان احنا هنعمل هيئه استاد، هنقوم بعمل امن بالشراكه مع النادي لخدمه الاعضاء ودخول الاعضاء والتنظيم طبعا، عشان طبعا ننشط العضويه ونعمل دخل للمركز وللنادي. ان شاء الله عندنا نزل الشباب في مركز شباب بيلا. طبعا مركز شباب بيلا مركز متميز، لانه حتى حصل على المركز الاول على مستوى المحافظه في دوري التميز اللي حضره الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. جميل. واحنا هننقل التعاون والنشاط المشترك ما بين النادي ومركز الشباب، حبينا بس نمسي على حضرتك نقول لك مليون مبروك، وجمال بيه بقول فيك اشعار وبقول اخويا وتعاون كامل، وان شاء الله نشوف بيلا كمدينة من خلال نادي مركز شباب في أبهى الصورة لها إن شاء الله. أشكرك يا أستاذ مراد، ومليون مليون مبروك.